عندك ايه النهارده؟ بالفعل يا دينا هنشاهد كده يعني استعدادات كل الانديه لان شاء الله عوده النشاط الرياضي. هبدا مع حضراتكم من النادي الاهلي اللي انتهى من اجراء المسحه الطبيه الاولى للاعبين والجهاز الفني والاداري وكمان كل العاملين في الفريق الاول لكره القدم، واللي تم اجراءها في ملعب مختار التتش، وده ضمن الاجراءات الاحترازيه اللي بينفذها النادي حسب توجيهات وزاره الصحه والشباب والرياضه. كل المساحات في كل الفرق تطلع يعني سلبيه وربنا يقلل عدد الاصابات عموما، وده مش هيقل غير بالتزامنا بالاجراءات الوقائيه طول الوقت والتزامنا بالماسكات وبالتباعد الاجتماعي وبكل الاجراءات اللي بننادي بيها طول الوقت عشان ان شاء الله ربنا يحفظنا ويسلمنا كلنا. اما سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي اكد ان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بقياده السويسري ريني فايلر قرر انه هيستأنف التدريبات ويبدا من يوم الاربعاء اللي جاي بعد الانتهاء من كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه وتنفيذ تعليمات وزاره الشباب والرياضه وكمان وزاره الصحه. اما نادي الزمالك فبعت لاتحاد الكوره اكد في صعوبه تجميع كل اللاعبين في الفتره الحاليه عشان يقوموا باجراء مسحات فيروس كورونا واللي بتعملها الجبلايه للانديه في الدوري الممتاز قبل العوده للتدريبات واستئناف النشاط الرياضي. الزمالك كمان استقر على دعم مراكز خط الوسط وراس الحربه بعد الاتفاقات اللي تمت مع الثنائي الانجولي اري بابل، واري بابل هو جناح فريق اول اغسطس الانجولي، والتونسي حمزه المثلوثي ظهير فريق الصفاقسي التونسي اللي هينتقلوا للزمالك في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقودهم مع الفريقين اللي بيلعبوا فيهم حاليا. هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اكد انه نتيجه المسحه الاولى لفيروس كورونا اللي اتعملت لكل اعضاء الفريق والنادي كانت نتيجتها سلبيه بالكامل، وان مفيش اي حالات بفيروس كورونا داخل النادي او الفريق. إدارة نادي إنبي قررت إنها تأجل ملف الصفقات خلال الوقت اللي إحنا فيه ده، وقالوا إنه ده بسبب الانشغال بترتيبات عودة النشاط الكروي في الموسم الجديد، خصوصاً إن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي طلب من لاعبي الفريق إنهم يكونوا موجودين النهاردة في استاد بتروسبورت عشان يعملوا مسحة كورونا. هيئة استاد القاهرة الدولي قربت تنتهي من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية عشان يبقى الاستاد جاهز لاستضافة المباريات بشكل طبيعي، وده هيكون من نص شهر يوليو اللي جاي. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بيدرس تحديد مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية وقرعة البطولة اللي المفروض إنها تتلعب في شهر يناير اللي جاي، وفي سبتمبر ونوفمبر كمان بيناقش الكاف تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها الكاميرون. فريق أستون فيلا اللي بيضم الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي اتعرض للهزيمة من فريق تشيلسي بالنتيجة 2-1 في المباراة اللي لعبوها في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وامبارح حسم التعادل السلبي ديربي الميرسي سايد بين ايفرتون وضيفه ليفربول، وده بعد المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب جودسون بارك في اطار الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. وبالنتيجة دي يستمر ليفربول في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وده قبل 9 جولات من نهاية الدوري. بيحتاج الريدز للفوز في المباراتين اللي جايين من أجل التتويج رسميا باللقب بغض النظر عن مباريات الفرق التانية. وكمان توقف رصيد إيفرتون عند 38 نقطة في المركز ال 12. حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة يعني هدفين لهدف على ريال سوسيداد امبارح في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا، وبالفوز ده قبل الريال هدية إشبيلية اللي عطل برشلونة بعد ما تعادلوا سلبيا في نص الجولة، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة متصدرا بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة.